جعت يا أمي ولا بتستنى نايفة؟ هو من جهة جات يا أمي، بس بستناها ما بقى لا توصل. خذ يا أمو هاي كاسة العرق سوس، اشربها وبرد على قلبك. الله يسلم ايدين يا أمي. ايديك يا أمي. قديش ساعة يا أمو؟ والله ما بعرف. يعني قديش تطلع لنا الساعة؟ ليش عم تسألي عن الساعة؟ بدي أعرف إذا كان قد العصر ولا لا. لحظة يا ستي، الساعة 4:10. هي مو ساعة أبوك الفضة يلي معك؟ بلا ساعته الله يرحمه. هي ساعة فضة، ليش ما بتعلقها بجيبتك؟ صحيح الساعة فضة يا أمي، بس ما لها سنستي. اشتري لها سنسال فضة وعلقها بجيبتك تقبرني. يا أمي الله يصحك ويخلينا إياكي، نحن خرجنا نلبس ساعات وسلاسل، نحن الله يسترها معنا ويدوم علينا الصحة والعافية، يا دوب عم نلاقي رزقة يومنا. الله كريم يا مسعود، طول بالك يا ابني، لابد ما تفرش. اخ يا امي اخ، كل دروب مسكرة بوشي، ما عم لاقي ولا شغلة ارتزق من وراها، ولولا نايفة الله يرضى عليها عم تشتغل عن الست مكرم، كانت حالتنا بالويل. وشو الفرق بينك وبينها؟ إلهي كلمة إله جاه عند الله، يستر عليك يا نايفة ويوفقك. قسما بالله يا مسعود، أنا بحب هالبنت من جوات قلبي. ربي يشهد علي إنه ما في فرق بين محبتي لأختك نديدة ومحبتي إلها. الله يمد بعمرك وينفعنا من رضاك يا أمي، وهي كمان عندها إياكي بالدنيا. ليش لحتى ما تنحب؟ بنت حلوة وكربوجة ودرويشة وآدمية، وفوق كل هالشي معشرها هني ونفسيتها طيبة. هذا مسواقك يا أمي، مو أنت نقيتي لي إياها؟ لك شو تنقيتي وما تنقيتي؟ هذا رضا من رب العالمين يا مسعود. ياما ناس تخوزقوا بجوازات هون وكانوا مفكرين حالهم مالكين القلعة. مرحبا. اهلين نايفة. اهلين تقبرين. شلونك مسعود؟ اهلين. مرحبا مرت عمي. تأخرتي تقبرين، ضل بالنا عليكي. ايه والله يا مرت عمي تأخرت، لأني رحت من طريق طويل، ظنيته أقصر عم طلع أطول. تغديت ولا لسه؟ لا والله ما تغدينا، عم استناكي. قايمة سخ الكل أكل. لا أيها مرت عمي، شو تسخنينا؟ ليش أنا شو عم ساوي لك؟ بتكوني جاي هلكانة وتعبانة بده من يخدمك. يعني بتلاقيها مناسبة أخدم بيوت الناس وبيتي ما أعرف أخدمه؟ خلص خمس دقايق وبيكون الأكل جاهز. إي تسلم لقلبي، شو حلوة ونخشة تهنى فيها يا مسعود. مرحبا. أهلين عمي أم فايز، تفضل تشرف. لا معلش مستعجل، مالي فاضي. بس لعلمك يا مسعود، صار ماضي يومين على الدفعة المستحقة إلي من حق الغرفة. ها معك حق، ما ينسيان، بس بدك ما تآخذني، الشغل دائر وما في بجيبتي ولا فرنك. بعدين أنت بتعرف عمي أم فايز، ما قصرت عليك ولا بدفع، مزبوط ولا لا؟ من هالجهة والله أنت ما في منك، والنعم من تربايتك يا عمي. بقى بترجاك عمي أم فايز تستناني شهرين بالكتير، وبمجرد ما اشتغلت رح سكر لك كامل حسابك. أنا يمكن بقيان علي الدفعة الأخيرة. ما صحيح، بقيان الدفعة الأخيرة. بقى شو قلت؟ والله يا عمي ما بقدر أقوم شي. ليش؟ طبعا مو أكابرية مني، بالعكس أكابرية منك، لأنك فقير ومعتر، ورغم كل هالشي ما قصرت ولا بدفعة، كل دفعة بأوانة. لك إيه، تعا شوف شو عم تعمل معي هالأمم هي. لك هذا راغب بيك اللي صيته على سن ورمح ونص الدنيا ملكه، اشترى من عندي دكاني لابن أخوه بالتقسيط. إيه قسما بالله العظيم لحد هلأ ما دفع لي غير الدفعة الأولى، وهذا وش الضيف. ايه عمي أوفايز، بس انا غير بعرف والله بعرف انت انسان مربى، بس شوف على هالتناقضات هي. لك الفقير بيعرف شو اللي عليه وبيحترم الناس، والغني بيتهرب من واجباته مثل الناس. شو بدك تعمل عمي أوفايز؟ هيك حال الدنيا. اصبح روح عمي، انا ما عاد طالبك نظرا لاخلاقك العالي، بس يصير معك ابقى تعطيني ان شاء الله بعد سنه. يلا خاطرك. ما حلو هيك على الباب، تفضل عمي أوفايز. معلش مستعجل مره ثانيه ان شاء الله، بدي لحق راغب بيك قبل ما يهرب ويمز. الله معك، مع السلامه. مين هذا اللي عم تاخذ وتعطي معه من على الباب؟ هذا ابو فايز ابني. ابو فايز صاحب البيت؟ ايه اللي باعنا الاوضه. ايه وشو بده؟ والله الزلمه اكابر يا امي، عرف اني ما عم بشتغل ام اجلي الدفعه الاخيره الى ما شاء الله. الله يرضى عليك، يفتح بوشك يا حق. شو يفتح بوشي امي؟ باب الجنه ولا انيد غاز؟ يعني الله يرزقك. اضحكوني معكم. عم اقول له الله يفتح بوشه ام ضحك. شو هاد مجدرها؟ انت الحق تعمليها؟ مو انا عملتها، هي الست مكرم بعتتها معي. هات لي. الله يرضى عليك يا ست مكرم. بسم الله. يلا بيجي بسرعة. شو يا؟ شايف لك ما في حدا لحدا؟ ايه والله ناشفة، مو بس ناشفة،
انشف من القريص. على العافيه يا شباب. الله عندي ترحيل انقاض بالبيت وبدي اربع شغيله. لعيونك احنا هون ناكلين عليهم. لحظه لحظه لحظه، طولوا بالكم طولوا بالكم، بدي اربع بس. رجع هاي انا واحد ولا وانت رجع. رجع انت كمان اخي، رجع وحضرتك رجع كمان. ولا يهمك معلم، اذا مشان الاجره براعيك فيها. لك يا اخي فهم علي، عم اقول لك انا عندي كم كيس رمل وشويه بلاط مكسر، يعني انا ما عندي مزرعه. الله يخليك، بنص الاجره بشتغل معك. لك يا اخي توكل، الله يرضى عليك. خلص بقى تفضلوا، يلي قلت لهم يتفضلوا معك. يلا دخلي. قديش حقه المشاط؟ يعني اذا كان الجمل بقرش وقرش ما في شو بنساوي؟ هلا انت مالك مخبي قرش هون ولا هون؟ كلهم دفعناهم، شي قصة للأوضة وشي لنرقع السقف ونزفته حتى ما يدلف. الله كريم يا بنتي، الله كريم. تشربي كاسة شاي مرت عمي؟ ايه تسلميلي، كل شي من ايدك حلو. على عيني. طولتي. ايه والله يا مرت عمي، كنت عند القصاصة. وشلون زبطت معك هاي يا نايفة؟ شو هاي مرت عمي؟ يعني حق مش ما معك تقومي تروحي لعند القصاصة؟ قلت لحالي بكرة الدنيا جاي على عيد ومو حلوة قامي قلب جوزي بكباشي المنفوش. ليش انتي إلك كباش؟ ان شاء الله بيسلم لي هالشعر الحرير يلي بينساب على كتافك مثل الشلال. اصلا مسعود اكتر شي بيحبه فيكي هو شعرك ومش لحملايتك. حاضر مرت عمي. اجا مسعود يا نايفة. مرحبا امي. اهلين يا امو، اهلين. تقبرني، شو هاد اللي جايبه معك؟ فلافل ومسبحة. لا انا ما عم بحكي عن هدول، عم بحكي على ذاك الكيس. أولاً كل سنة ودي سالمة. ودي سالم يا أبو، أصحى تقبرني، أصحى لقبري. ولا يهمك. ثانياً هاي شحاطة هدية إلك، هدية العيد أمي. ولا تأخذيني مشان الله، مثل ما بيقولوا بين عزلك ولا تبين بخلك. لك ابني هلأ وقتها أنت الثاني، أنا أمك وما بعتب عليك. ولو يا أمي، ما في شي من قيمتك. ونايفة شو جبت لها؟ شو بدي جيب لها يعني؟ ما جبت لها شي. اسمعوا على السمعة، بالله قلي شو جبت لها. هلأ وين نايفة؟ بالمطبخ عم تسلق بيض. نايفة؟ مر مسعود أفندي، شبيك لبيك، نايفة بين إيديك. أعوذ بالله، ليش هيك عاملة بحالة؟ شو بني؟ مو لابق لي؟ لك مو قصت مو حلو بس، ما قلتي إنك رح تقصي شعرك؟ يا سيدي قصيته وبعته للقصاصة، واشتريت لك بحقه هدية للعيد. هدية؟ شو هالهدية بقى؟ تفضل شوف العلبة وافتحها. سلسلة فضة؟ ايه لساعتك. شبك كأنك زعلت. بالعكس ما زعلت، بس مو انت من زمان جاي على بالك تشتري سلسال لساعتك وما عم بيصح لك؟ صحيح، بس هلا الوضع اختلف وما عاد يلزمني. ما فهمت عليك، شلون يعني اختلف الوضع وما عاد يلزم لك؟ يعني انا التاني جايب لك هدية. هدية الي؟ ايه. مقصلك قوي الشعر؟ قلت حالي عم تعذبي بشعرك وهذا بيريحك، بس يا خسارة. يسلموا ايديك، بس هلأ بعد ما منين جبت حقه؟ يا ستي بعت الساعة واشتريت لك يا. سامعة بإذنك يا نفيسة، قفلت لنا القصة رومانس.
يعني عملت حالها برنسيسة وجوزها صار اكسيلانس. قال يعني جوزها ما في منه ونحنا يلي رجالنا كخ. إيمالكن علي يمين كلن مبخوخين بلون واحد بخ. أخي النسوان انطلعوا ونزلوا بيضلوا نسوان، والطبيعة ما بتتعاكس، كل وحدة منهم شيطان. لا، والشيطان بيتعلم من رجال دروس وكلهم مسجلين بخانته بالنفوس. هلأ هيك بدنا نقضي القعدة بالحكي على نسواننا؟ غيرولنا هالموجة. هلأ هيك بدنا نقضي الجلسة ونحن عم نزم رجالنا تجيون موجة دخيلك. يو